السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو السابق سألنا أبو يوسف في التعليقات عن كيف يمكن أن تتمكن الدول العربية والإسلامية من فك ارتباطها بالدولار الأمريكي، وهل سيكون لمجموعة دول البريكس دوراً في ذلك؟ وفي هذا الفيديو سنقوم بالإجابة على هذا السؤال، كما نحث جميع متابعينا على عرض أسئلتهم في التعليقات، وسوف نختار التعليق الذي عليه عدد إعجابات أكثر وحسب قوة السؤال، وسنكتب عنه الفيديو القادم. فلا تتكاسل عن السؤال يا صديقي، فيمكن أن يكون سؤالك هو القادم. هيا، فأنا بانتظارك في التعليقات. الدول العربية والإسلامية، هناك أكثر من 464 مليون نسمة يعيشون في الدول العربية، وأكثر من مليار مسلم حول العالم. فيجب أن نفهم أن حجم الإمكانات الكامنة في هذه البلاد يمكن أن يقلب موازين قوى العالم رأساً على عقبة. في هذا الفيديو سأشرح باللغة البسيطة لماذا لا يتحالف العرب والدول الإسلامية للوصول إلى تلك الغاية، وكيف يصلون إليها إذا أرادوا ذلك. ولكن قبل أن نبدأ في الشرح، لا تنسوا ضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم محتوانا أولاً بأول. ظل الدولار الأمريكي العملة المهيمنة في التجارة والتمويل العالميين لعقود من الزمن، وتعتمد العديد من الدول بما في ذلك دول العالم العربي والإسلامي على الدولار في معاملاتها الدولية وتجارتها واحتياطياتها. ومع ذلك هناك اهتمام متزايد بين هذه الدول لتقليل اعتمادها على الدولار وإقامة نظام اقتصادي أكثر استقلالية. ومن الغريب اليوم أن يتم تداول سلع مثل النفط، وهي سلع ذات أهمية بالنسبة للاقتصادات العربية والإسلامية، بالدولار. وهذا يعني أن هذه البلدان لابد أن تحتفظ باحتياطيات كبيرة من الدولار وربط اقتصاداتها بالسياسة النقدية الأمريكية لتتمكن من البيع وتحقيق الأرباح. ولكن قبل أن نجيب على سؤال هذا الفيديو، لماذا يجب علينا فك ارتباطنا عن الدولار؟ إن فك الارتباط بالدولار يمكن أن يقدم فوائد عديدة، ويمكن أن يوفر أشياء كثيرة للبلدان العربية والإسلامية، مثل السيادة الاقتصادية للدول. وهذا أولاً، من خلال تقليل الاعتماد على الدولار تستطيع البلدان اكتساب سيطرة أكبر على سياستها النقدية وحماية اقتصاداتها من الصدمات الخارجية. ثانياً، تقليل التعرض للعقوبات الأمريكية. واجهت دول مثل إيران عواقب اقتصادية وخيمة بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، ومن الممكن أن يؤدي خفض الاعتماد على الدولار إلى التخفيف من تأثير مثل هذه التدابير، حيث لن تحتاج المعاملات بعد الآن إلى المرور عبر النظام المالي العالمي القائم على الدولار. ولكن لنتخيل أن الوطن العربي ثار وقال لن نقبل بذلك التحكم، فهيا بنا لإجابة سؤال هذا الفيديو. أولاً، كيف يمكن أن تتمكن الدول العربية والإسلامية من فك ارتباطها بالدولار الأمريكي؟ والإجابة هي أنه يجب اتخاذ بعض الإجراءات للوصول لفك ارتباط الدول العربية بالدولار. الخطوة الأولى نحو فك الارتباط مع الدولار هي تعزيز العملات المحلية، ويمكن القيام بذلك من خلال مزيج من السياسات الاقتصادية المستقرة وخفض التضخم وبناء الثقة في العملة المحلية. ويمكن للحكومات أن تنفذ سياسات مالية ونقدية سليمة لضمان الاستقرار الاقتصادي. يعد الحفاظ على التضخم منخفضاً والحفاظ على سعر صرف مستقر أمراً بالغ الأهمية لبناء الثقة في العملة المحلية. الخطوة الثانية وإحدى الأفكار الطموحة هي إنشاء عملة موحدة للدول العربية والإسلامية. وعلى غرار اليورو في الاتحاد الأوروبي، يمكن للعملة الموحدة أن تبسط المعاملات التجارية والمالية داخل المنطقة، وهذا من شأنه أن يقلل من الحاجة إلى الدولار في التجارة البينية الإقليمية، ويساعد في خلق اقتصاد إقليمي أقوى وأكثر تكاملاً. ثالثاً، تنويع الاحتياطات الأجنبية، ويمكن للبنوك المركزية في الدول العربية والإسلامية تنويع احتياطاتها الأجنبية لتشمل مزيجاً من العملات بدلاً من الاحتفاظ بالدولار في الغالب، ومن خلال الاحتفاظ باحتياطيات باليورو والين واليوان وغير ذلك من العملات، لأن بهذه الطريقة سيكون الاقتصاد مستقراً ولكن ليس معتمداً بشكل كبير في استقراره على الدولار. وبذلك تستطيع الدول العربية والإسلامية الحد من تعرضها لتقلبات الدولار وتعزيز مرونتها المالية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للاستثمار في الذهب أو المعادن الثمينة الأخرى لدعم قيمة العملة عن طريقه أن يكون مخزناً للقيمة. رابعاً،
تعزيز التجارة الإقليمية. إن تشجيع التجارة داخل العالم العربي والإسلامي يمكن أن يقلل بشكل كبير من الاعتماد على الدولار. يمكن للدول الدخول في اتفاقيات تجارية تسهل استخدام العملات المحلية في المعاملات، كما أن إنشاء كتل تجارية إقليمية واتفاقيات التجارة الحرة يمكن أن يعزز التعاون والتكامل الاقتصاديين. ومن خلال المزيد من التجارة مع بعضها البعض، تستطيع هذه البلدان تقليل الحاجة إلى المعاملات القائمة على الدولار. خامساً، تطوير الأسواق المالية. إن تطوير أسواق مالية قوية وفعالة يشكل ضرورة أساسية للحد من الاعتماد على الدولار، ويتعين على الدول العربية والإسلامية أن تركز على بناء أسواق الأوراق المالية وأسواق السندات والأنظمة المصرفية القوية. ومن خلال القيام بذلك يمكنهم جذب المزيد من الاستثمارات بالعملات المحلية وتقديم خدمات مالية أفضل للشركات والأفراد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسواق المالية المفتوحة والشفافة سوف تلهم المزيد من الثقة بين المستثمرين. سادساً، استخدام أنظمة الدفع البديلة. ترجع هيمنة الدولار الأمريكي جزئياً إلى الاستخدام واسع النطاق لنظام سويفت للمدفوعات الدولية، والذي يعتمد بشكل كبير على الدولار. ومن الممكن أن يساعد تطوير أنظمة دفع بديلة لا تعتمد على الدولار. على سبيل المثال، يمكن للبلدان العربية استخدام تقنية بلوكتشين لإنشاء أنظمة دفع لا مركزية مثل البيتكوين لتسهيل المعاملات بالعملات المحلية، وهذا يمكن أن يوفر وسيلة أكثر أمناً واستقلالية لإجراء التجارة الإلكترونية. سابعاً، تشجيع التمويل الإسلامي. ويقدم التمويل الإسلامي الذي يعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية بديلاً للنظام المالي التقليدي الذي يعتمد بشكل كبير على الدولار. ومن خلال تعزيز التمويل الإسلامي، تستطيع الدول العربية والإسلامية تطوير نظام مالي أكثر توافقاً مع قيمها الثقافية والدينية. وتستطيع مؤسسات التمويل الإسلامي تقديم الخدمات المصرفية والاستثمارية والتأمينية باستخدام العملات المحلية، مما يقلل الحاجة إلى الدولار. ثامناً، بناء المرونة الاقتصادية. إن بناء اقتصاد مرن أمر بالغ الأهمية لأي دولة ترغب في تقليل اعتمادها على الدولار، وينطوي ذلك على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على سلعة تصديرية واحدة مثل النفط، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ومن خلال تطوير قطاعات متعددة مثل التصنيع والتكنولوجيا والسياحة، تستطيع الدول العربية والإسلامية إنشاء بنية اقتصادية أكثر توازناً ومرونة، فلا يجب أن يبنى الاقتصاد على سلعة واحدة أو خدمة واحدة. كل ما سبق كان إجابة على السؤال الأول. أما السؤال الثاني وهو: هل سيكون لمجموعة دول البريكس دوراً في ذلك؟ فبالتأكيد سيكون لها دوراً في ذلك، فقد أعربت دول البريكس بصوت عال عن الحاجة إلى إنشاء نظام اقتصادي عالمي أكثر توازناً، وقد اتخذوا خطوات لتقليل اعتمادهم على الدولار، مما جعلهم حلفاء طبيعيين للدول العربية والإسلامية ذات التطلعات المماثلة. ولاحظنا في الفيديو السابق أن بعض متابعينا كانوا يسألون كيف أن استخدام روسيا للدولار الأمريكي في البيع والشراء يدعم أمريكا، وهو سؤال مهم لكن إجابته سهلة للغاية. فبيع وشراء روسيا للسلع بالدولار الأمريكي يعتبر دعماً لأمريكا، لأن هذا يعني أن روسيا تحتاج لأمريكا في كل عمليات البيع والشراء. فكيف لقوة عظمى كروسيا أن تكون في حاجة لأمريكا لتتمكن من البيع والشراء؟ فهذا يجعلها كالطفل الذي يحتاج والديه لصرف المال له. وثانياً، إذا انهارت أمريكا غداً وصار الدولار الأمريكي لا قيمة له، فسيكون أول المتضررين بعد أمريكا هي روسيا والصين وكل من يحمل دولارات في جعبته، وهذا يعني أن تلك الدول لا تريد لأمريكا التعثر، لأن ذلك يضر مصالحهم أيضاً، وذلك يعني دعمهم لأمريكا لأنه دعم لأنفسهم في المقام الأول. وعندما أفاقت روسيا والصين لتلك المشكلة الكبيرة، بدأوا في تقليل الدولارات الأمريكية التي بحوزتهم، وكونوا البريكس لتكون منافسة للدولار الأمريكي. وفيما يلي عدة طرق يمكن لمجموعة البريكس من خلالها دعم البلدان العربية في فك ارتباطها بالدولار. أولاً، اتفاقيات مبادلة العملات. نفذت دول البريكس بالفعل اتفاقيات ثنائية لمبادلة العملات لتسهيل التجارة دون الحاجة إلى الدولارات، وكلما انضم أناس كثر لتلك الاتفاقية كلما زاد تدهور الدولار. ثانياً، بنك التنمية الجديد NDB.
يمكن للدول العربية والإسلامية الحصول على التمويل من بنك التنمية الجديد، مما يقلل من اعتمادها على المؤسسات المالية الغربية التي تعمل في الغالب بالدولار. ثالثاً، أنظمة الدفع البديلة. استفادة الدول العربية والإسلامية من أنظمة دفع أخرى غير نظام سويفت الغربي والذي تهيمن عليه أمريكا، ويمكن استخدام أنظمة دول البريكس حيث قامت روسيا والصين لتطوير أنظمة دفع بديلة لسويفت. تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف. يمكن أن يؤدي الانخراط في اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف مع دول البريكس إلى تعزيز استخدام العملات البديلة، ويشمل ذلك إنشاء خطوط مقايضة العملات واتفاقيات تجارية تعطي الأولوية لاستخدام العملة المحلية. وبذلك نكون قد أجبنا على أسئلة الأخ أبو يوسف، ونرجو أن يكون الفيديو قد أعجبكم. وفي النهاية يجب أن نقول أن مثل هذه الخطط تحتاج للكثير من الوقت والمجهود من جميع الأطراف المعنية، ولكن إذا تم تطبيقه ستتمكن الدول العربية من تكوين جبهة قوية للتصدي ضد سيطرة أمريكا على العالم اقتصادياً بواسطة الدولار الأمريكي. أخبرنا في التعليقات عن ماذا تريد أن يكون الفيديو القادم، ولا تنسوا ضغط زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم محتوانا أولاً بأول.